السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا شيخ؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا إشارتك يا حبيبي. كيفك يا شيخ؟ كيف أحوالك؟ الله يرضى عنك، الله يحفظك. حياك الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبياكم. نعم، يقال أن اللواط انتشر في زمن سيدنا عمر كما نقلت. يعني هذا خبيث من المخبثين، يعني انت ما دريت به يا محمد؟ ما دريت انه هذا اخبث خلق الله. شوف ايش يقول، شوف كيف يقولون على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في زمن عمر بن الخطاب. ارايت القوم لا يحقدون على الاسلام فقط، القوم يحقدون على الاسلام وعلى سادات الاسلام. هؤلاء القوم من اكفر اهل الارض، وهؤلاء القوم هم اضل خلق الله واضر خلق الله على الاسلام. الآن أنا أريد لكل أهيب بكل مسلم أن يرى ذلك وأن يعلم أن هؤلاء القوم هؤلاء هم أعداء حقا، هم أعداء الإسلام حقا. ومن أراد بالتقريب من هؤلاء فإنه أسوأ الناس وأجهل الناس وأضل الناس. أي تقريب مع من؟ مع من يطعن في عائشة رضي الله عنها وأرضاها، مع من يطعن في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، مع من يلعن أبا بكر ويلعن عمر رضي الله عنها وأرضاها. رأيتم كيف الخبيث ابن الخبيثة ماذا يقول عن عمر بن الخطاب وعن زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهم يعني قد نشروا المتعة بين الناس جميعا. فلا بد الإخوة أن تنتبه وأن تعلم، هؤلاء القوم من أكفر خلق الله. هذو ليسوا بمسلمين، هذول ليسوا بمسلمين بحال من الأحوال، وليس عندهم أصول إسلام. والله العظيم عقيدتهم مبينة تامة لعقيدة أهل الإسلام. وما زلنا مع التقعيد الآن في التعبد. نعم، عندي اتصال ثاني. مين؟ طبعا عدوي انت، واحنا مناش الان. حاضر حبيبي، احنا خدامين اصلا رضي الله عنك. وبالنسبة للخبيث ابن الخبيثة دي، لو رجل يطلع لي في الميدان في اي حتة وانا اقطع. رضي الله عنك واحسن الله. انا من العياط ويعبيني في ميدان العياط. والله رضي الله عنك، رضي الله عنك. هذا اخبث خلق الله، والله هذا اخبث من الحية الرقطة، رضي الله عنك. ما زلنا مع التعبد لا يدلف. نعم. كتاب مساوئ الأخلاق ومذمومها لأبي بكر بن محمد بن سهل الشامري المتوفى سنة طبعا 327 هجرية، الخرائط المتوفى سنة 327 هجرية. طبعا كتاب هو عليه البحث. طيب نروح إلى محل الشاهد اللي هو صفحة 207. 207 في حديث 460. 460 حدثنا أحمد بن منصور الرمادي عن كذا، عن بأم وعمر، عن الزهر، عن عروة، عن عائشة قالت: أول ما اتهم بالأمر القبيح، يعني عمل قوم لوط على عهد عمر بن الخطاب، على عهد عمر بن الخطاب. باوع هذا الحديث ماذا قال عنه؟ رقم 4 باوع تجعلي إسناده صحيح، صفحة 207. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بعد أن وانتهى، ما هم بأمة سيدي حاشا فليس الأكبياء، ما هم بأمة من على الأفلاك قد ركز الوار، من حطم الأصناف من أرسل عدالة.